بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي التشينجز اللي بتحصل في المصل due to muscle contraction. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الالكتريكال تشينجز، الاكزيتابيليتي تشينجز، عرفنا فكرة السميشن اوف muscle contraction and genesis of tetanus. بدأنا الميكانيكال تشينجز ولكن هنكملها إن شاء الله النهاردة، يعني خدنا فكرة بسيطة كده عن أنواع الكونتراكشنز definitions مهمة، لكن باقي في باقي كام نقطة كده related للميكانيكال changes هنتكلم عليهم النهاردة بالإضافة للميتابوليك changes. الأول نراجع التعريفات اللي بدأناها المحاضرة اللي فاتت، يعني إيه load، يعني إيه tension، يعني إيه preload، يعني إيه afterload. اللود هو force والtension force، يبقى بالنسبة للload and tension both of them are forces. لكن الموضوع شوية متبادل أو شوية معكوس، يعني اللود هو قوة بتؤثر على العضلة، يبقى force that affects the muscle. الفورس دي هتأثر على العضلة إمتى؟ هو ده اللي بيقسم لك الموضوع إلى preload and afterload. فإذا كان الفورس دي هتأثر على العضلة before contraction فبنسميها preload، ودي مين اللي بيمثلها؟ بيمثلها الستريتش اللي واقع على المسل نتيجة للاناتوميكال بوزيشن بتاعها جوه جسمنا. فاناتوميكالي كده البوزيشن بتاع اي عضلة في جسمك محطوطة في وضع سلايد ستريتش، فالطول بتاعها اللي هو الانيشال لينكس او الريستنج لينكس اللي ربنا خلقها بيه مديها البوزيشن ده او مديها الستريتش ده او مأثر عليها بالفورس دي من قبل ما يحصل لها كونتراكشن ولا حاجة، او من قبل ما يحصل لها بقى عشان نكون يعني كلامنا اكثر دقه، من قبل ما يحصل لها voluntary contraction. لان الاسترتش ده لما هتدرس بعد كده في موديول السي ان اس هتعرف ان هو بالفعل عامل شكل من اشكال الكونتراكشن او عامل حاجه اسمها المسل تون. فالطول العضله during rest initial length او resting length اللي هي محطوطه فيه قبل ما يحصل active contraction او voluntary contraction ده بيمثل البريلود. طيب الافترلود هو الفورس او اللود اللي العضله هتواجهه بمجرد ما تبدا عمليه الكونتراكشن. فده بالنسبه لمفهوم اللود، يبقى اللود هو اللي بيأثر على العضله او العضله المفروض تواجهه. طيب التنشن، التنشن ده هو الفورس جنريتد باي ذا ماسل ثرو كونتراكشن وهتأثر بيه بقى على اللود. يبقى ده فورس وده فورس، مين اللي هيكسب على حسب؟ يعني هتشوف دلوقتي ان لو الافتر لود زاد قوي عن اللزوم يبقى مش هيحصل عندي موفمنت، مش هقدر احرك الاوبجكت. فهما تو فورسز، ممكن واحده تسهل واحده، ممكن واحده تصعب واحده. فهنشوف دلوقتي ايه العلاقه ما بين البري لود والافتر لود والتنشن وازاي هما ريليتد لبعض. المحاضره اللي فاتت قلنا ان عندي لو كلمت على مستوى المسل فايبر على مستوى الموتور يونت ممكن اقسم المسل كونتراكشن لتو ميجور تايبس، ايزومتريك اند ايزوتونيك. الكلاسيفيكيشن ده بيعتمد على التشينج ان تنشن اند لينكس. يعني في الايزومتريك، ايزو يعني ثابت كونستنت، فكونستنت لينكس يبقى ايزومتريك كونتراكشنز مقصود بيها كونستنت لينكس. بس انهي لينكس هو ده اللي اكدنا عليه؟ مقصود بكونستانت لينكس اور ذا سيم لينكس هو الاكسترنال لينكس، طول العضله الخارجي. ما بتكلمش على مولكيولر ليفل، ما بتكلمش على ساركومير لينكس، انا بتكلم على اكسترنال لينكس اوف ذا وول ماسل. الشكل الثاني من اشكال الكونتراكشن اسمه ايزوتونيك كونتراكشن، مقصود بيها السيم تنشن ونفس الفكره، نفس فكره الايزومتريك كونتراكشن. لما اقول ذا سيم تنشن، التنشن عشان انا اسجله او يديني جروس افكت او يديني تاثير وظيفي محسوس اللي هو بيترجم في شكل الحركه، لازم التنشن ده اللي العضله هتولده ديوتو كونتراكشن يتنقل للبونز. هيتنقل للبونز ازاي؟ عن طريق الالاستيك كومبوننتس. يعني مفيش حاجه اسمها ان الكونتراكتايل كومبوننت بتوع العضله، ادي العضلة زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، مش بس
ساركومير، مش بس كونتراكتايل كومبوننتس، مش بس كونتراكتايل اليمنتس، لا في كمان حاجه اسمها الاستيك اليمنتس. فالكونتراكتايل كومبوننتس دي او الساركومير بالوحدات بتاعتها وات ايفر هي قد ايه عددها، مفيش كونكشن مباشره بينها وما بين البون، في وسيط في النص، الوسيط ده اللي هو زي التندون، زي الالاستيك تيشوز. ف انا عشان ادرك او احس او اسجل ان في تنشن جنريتد باي ذا ماسل كونتراكشن او باي ذا كونتراكتايل كومبوننت، لازم التنشن ده يتنقل الى البون. يعني مش مقصود بالتنشن ان هو ثابت او اتغير المستوى ده، الليفل الموليكولر ده بتاع الساركومير، خلاص. فانا عشان اقول ان انا التنشن بتاعي ثابت او اتغير، اديني دليل على كده، ترجمهولي. فالترجمة بالنسبة لي او القياس ان هو يوصل للبون، فده الصورة اللي احنا خدناها في اخر المحاضرة اللي فاتت. قلنا ان عندي ال CE اللي هي contractile elements، وال SE اللي هي ال الإلاستيك كومبوننتس أو السيريس إلاستيك كومبوننت، لأن في حاجات موجودة على ال بارلل للكونتراكتايل إليمنتس، وفي حاجات موجودة إن سيريس، يعني موجودة على التوالي مش التوازي. يعني أدي واحد اتنين تلاتة أكنهم واقفين في صف واحد، فدي بنقول عليها إن سيريس، الأرنجمنت ده إن سيريس. فالسيريس إلاستيك إليمنتس أو السيريس إلاستيك كومبوننتس هي دي اللي بتنقل لك التنشن اللي بيبقى جنريتد على مستوى الساركومير الى البون. فلو انا في لود معين عايزه احركه، البدايه هتكون في الغالب، يعني في الغالب اولا كل العضلات او معظم العضلات كان كونتراكتبل تو فورمز، ايزومتريك اند ايزوتونيك، ومعظم الموفمنتس في جسمنا بتحصل بالاثنين، تبقى خليط من الاثنين، ايزومتريك اند ايزوتونيك. ما تلاقيش صعب قوي انك تلاقي كونتراكشن بيور ايزومتريك او بيور ايزوتونيك الا اكسبيرمنتال، لو انا اللي هعمله في المعمل بقى وهثبت الاطراف عشان الطول ما يتغيرش، دي قصه تانية. لكن عمليا في جسمك معظم الموفمنتس بتكون خليط من الاثنين، او معظم الكونتراكشنز بتكون ميكس من الاثنين. ففي الشكل ده اما يحصل عندي كونتراكشن هنا على مستوى الكونتراكتايل اليمنتس، الطول ده صغر، يعني الجزء ده بتاع contractile components في البي اقل مقارنة بالاي، بس السيريس elastic elements بيكونوا عاملين زي السبرينج، وشبهتها لك المحاضرة اللي فاتت بالسوستة اللي بتكون موجودة في القلم، القلم اللي هو لو دوسنا عليه من تحت اللي هو ندوس عليه يتفتح وندوس تاني يتقفل، لو انت فكيته هتلاقي جوه زي سوستة موجودة في سبرينج كده. فدي لما بتتشد بتدي سبيس، تبقى stretched، يعني دي بتكون كده هايلي ستريتشد. فنظري يعني اكسترنالي كده الشكل الظاهري، المسافه من اول البي لاخرها او لللود، من البي لللود اللي هو الاكسترنال لينكس، انت شايفه ان هو ما اتغيرش، بالرغم ان هنا الكونتراكتايل اليمنتس حصل فيها شورتنينج، تمام. فالمقصود بيه ان هو ايزومتريك، مش مقصود الكونتراكتايل اليمنتس، او مش مقصود مستوى الساركومير، لا مقصود كل العضلة الاكسترنال ابيرنس كله. طيب النوع ده من الكونتراكشن اللي هو الايزومتريك كونتراكشن بيجنريت تنشن، بيزود طبعا التنشن جوه العضلة، بيزود التنشن يعني بيزود الفورس that can be exerted by the muscle on the object اللي هو ال اللي هو اللود اللي انا عايز احركه. ف في certain level لو التنشن ده اللي generated بالايزومتريك كونتراكشن كان كفايه، هبتدي احرك اللود. فانا حركت اللود، لما حركت اللود ابتدت الالاستيك اليمنتس ما بقتش stretched زي ما كانت في البوزيشن التاني اللي هو البي. يعني هنا قارن شكل السيريس الاستيك اليمنتس في السي مقارنه بالبي لما ابتديت احرك اللود. ف لما الاسترتش عليها قل مقارنة بالايزومتريك كونتراكشن، ده خلى التنشن عندك ما تغيرش. فهنا الشكل ده هو الايزوتونيك كونتراكشن، يبقى حصل اكسترنال شورتنينج، المسافة من اول السي لحد اللود او الطول ده من هنا لهنا اقل مقارنة بالبي ومقارنة بالاي، ونتيجه لان السيريس الاستيك اليمنتس ما بقتش مشدوده، ما بقتش هايلي ستريتشد
زي ما في الايزومتريك كونتراكشن، فده خلى التنشن هنا ما اتغيرش رغم ان انا حركت اللود. اللي انت شايفه ان في الحالتين في السي وفي البي الساركومير او الكونتراكتايل اليمنتس الاثنين حصل فيهم شورتنينج، يبقى المقصود بالايزومتريك الاكسترنال ابيرنس. فده صورة تانية بس عشان افكرك بالارنجمنت. فدي الكونتراكتايل كومبوننت، ودي الالاستيك سيريس الاستيك كومبوننت اللي هي مترتبة على التوالي مع الكونتراكتايل اليمنتس عشان توصل للبون. فدي بتشمل التندر، بتشمل كونكتيف تيشو، وفي كومبوننت كده موليكولر جبت لك اسمه المرة اللي فاتت اللي هو التايتين، بس انا مش جايبه سيرته في الهاند اوت ان هو موضوع كبير يعني الكلام فيه ديتيلز قوي، فمش عايز اخش في الحته الموليكولر دي في الوقت المحدود اللي معانا في الموديول. تمام. فانا لو ماسكه لود معين، تخيل ان انت ماسك حاجه زي السطل اللي الراجل ده ماسكه، فاول حاجه انت هتحس لو اللود ده تقيل جدا، لسه قايله من شويه ان معظم الموفمنتس او معظم الكونتراكشنز بتكون ميكس من الاثنين ميكس من الايزومتريك اند ايزوتونيك كونتراكشن. في الغالب بتبدا بالايزومتريك كونتراكشن تو جنريت سفيشنت تنشن ان انا بعد كده في الستيب اللي بعدها اقدر احرك اللود ده بالايزوتونيك. التو فورمز اوف كونتراكشنز في مقارنه ما بينهم هنشوفها دلوقتي. بس في الغالب لو اللود ده تقيل عليا، لو اللود ده فيري هيفي او التنشن اللي جنريتد كان اقل من اللود ده، فمده الايزومتريك كونتراكشن هتزيد لحد ما اقدر اعمل جنريشن لتنشن سفيشنت ان هو يحرك اللود. ايه اهم نقط مقارنه لو انا عايزه اعمل كومباريزون ما بين التو فورمز اوف كونتراكشنز؟ طبعا قصه اللانجس والتنشن دي خلاص خلصنا منها. طيب نشوف بقى يعني ايه كلمه ورك، يعني ايه اكسترنال ورك. دي كلمه الاكسترنال ورك في لغه المسلز مقصود بيها ان انا وزن الاوبجكت اللي انا بحركه في الديستنس اللي هيتحركه. طيب في حاله الايزوتونيك كونتراكشن انا بحرك لود، يعني في لود ليه وزن معين هيتحرك لمسافه ما، وتفر بقى هي كام سنتي اللي هيتحرك، يبقى كده في لود او في اكسترنال ورك كان بي دون. طيب هنا في الايزومتريك، في الايزومتريك انا ما بحركش اللود، انا ثابته ستيدي لحد ما بعلى بالتنشن، بمعنى ان اللود ليه وزن بس الديستنس اللي اتحركها ايكوال زيرو، هو ما اتحركش من مكانه انا ما حركتوش خلاص. فهنا بما ان الديستانس تساوي زيرو فالورك يساوي الويت في زيرو، فالورك يساوي زيرو. فدي نقطة مهمة في الكمباريزون ما بين الاثنين، ان الايزوتونيك كونتراكشن there is an external work نتيجة ان انا بحرك اللود for a certain distance، مقارنة بالايزومتريك الاوبجكت فيها ما بيتحركش، فبالتالي الديستانس ايكوال زيرو، فهتخلي الورك عندي يساوي الزيرو. في مفهوم تاني برضو حاجة اسمها الميكانيكال افيشنسي. ميكانيكال افيشنسي باختصار شديد انا الانرجي انبوت اللي داخل العضله مقدار معين، في مقدار معين من الطاقه العضله دي بتستهلكه، هنشوف دلوقتي ايه هي الانرجيتكس بتاعه المصل عشان تنقبض وعشان تعمل الكونتراكشن بتاعها. فالانرجي انبوت ليه قيمه معينه مقدار معين. طيب الانرجي انبوت ده ممكن يتحول لايه؟ ممكن يتحول لحاجه من الاثنين، لورك. ورك يبقى انا لازم احرك الاوبجكت. طب وفي جزء هيتحول لهيت، في كل الاحوال في جزء هيتحول لهيت حتى لو كنت هتحرك الاوبجكت. يعني الانرجي انبوت اللي داخلالي في تو فيتس، في مصير من الاثنين هيحصل لها، يا يعني اما هستهلكها في ان انا احرك الاوبجكت لمسافه معينه وفي الحاله دي يبقى انا حولتها الى اكسترنال ورك، او هحولها لهيت. كام النسبه يعني كام النسب ما بين التو ديستنيشنز دول؟ ما فيش حاجة ثابتة على حسب، بس لو انا بتكلم على ايزوتونيك كونتراكشن بما ان في اكسترنال ورك دون، يبقى اكيد في عندي ميكانيكال افيشنسي. فميكانيكال افيشنسي دي مقصود بيها كام في المية من الانرجي انبوت هيتحول الى اكسترنال ورك. تمام. يبقى انا عندي الانرجي انبوت ممكن احوله لحاجة من الاتنين، يا اما اكسترنال ورك يا اما هيت. لو انا حسبت بقى نسبة
انرجي انبوت اللي اتحولت لاكسترنال ورك دي بنسميها الميكانيكال افشنسي. ففي حاله الايزوتونيك كونتراكشن اللي فيه ورك هيتعمل وفيه لود هيتحرك دي هتساوي 25%. يبقى 25% من الانرجي انبوت هتتحول الى اكسترنال ورك. طيب تعالى على الايزومتريك. الايزومتريك مفيش اوبجكت فيه هيتحرك، الديستانس زيرو، يعني الورك يساوي الاكسترنال ورك يساوي زيرو، وبالتالي الميكانيكال افشنسي تساوي زيرو. هي الميكانيكال افشنسي بتقول لك كام في الميه من الانرجي انبوت اتحولت الى اكسترنال ورك. فبما ان الموضوع كله من الاول زيروهات فخلاص هي ما كفيش في ميكانيكال افشنسي في الايزومتريك كونتراكشن. الايزوتونيك كونتراكشن بيكون مدته اطول من الايزومتريك، والايزومتريك هنا بيستهلك انرجي اكتر، بحتاج ان انا جنريت تنشن اعلى عشان احرك اللود في الخطوه اللي بعدها. طبعا لو انا بتكلم على لودنج كونديشن، يعني بقى الاول بزود التنشن وبعدين بحرك، فبلغه برضو الانرجي كونسامشن الايزومتريك استهلاكه للطاقه بيكون اعلى. هي دي غلطه في التيبل انا هصلحها لكم، بس هي في التكست مظبوطه عندكم في الهاند اوت. فالسلايد دي انا هصلحها في السلايد. هو يعني المفروض الموضوع معكوس، ان انا عندي الايزوتونيك اللي انا بحرك فيه الاوبجكت بحتاج وقت اطول او بحتاج طاقه اكتر، لان انا في حاجه اسمها انيرشيا للاوبجكت. يعني الاوبجكت ده في قوانين الحركه كل اوبجكت بيحتاج ان انا اتغلب على الانيرشيا اللي فيه. فالانيرشيا اللي هو الاوبجكت بيقاوم الحركه، يعني الاوبجكت الساكن بيبقى عاوز يفضل ساكن، والمتحرك بيفضل بيبقى عنده تندنس ان هو يفضل متحرك الا اذا اثر عليه مؤثر خارجي. هذه مفهوم الانرجي، دي فيزيكس مش موضوعنا دلوقتي. فالايزوتونيك اللي انا بحرك فيها الاوبجكت دي بحتاج طاقه اكتر، لان انا بحاول يعني بيدخل فيها حته ان انا بتغلب على الانرشيا بتاعه الاوبجكت. طبعا اللي تحت الاخير ده مثال اللي هو الكونتراكشن بيكون احسن فين، او سوري دي امثله بس مجرد مثال، ان انا لو انا واقفه ستدي في مكاني فده مثال على الايزومتريك، ولو انا ابتديت اتحرك during walking فده ايزوتونيك. والمثال التاني اللي هو كان في الايمج اللي فات بتاع الراجل اللي شايل السطل ده، فهو لو بس ماسكه كده هولدنج ما بيرفعوش ده كده ايزومتريك، وبعد كده لو ابتدى يرفعه يحركه بمكانه يبقى ده ايزوتونيك. بعد كده ليتر اون ابتدينا نقسم، يرجعوا يقسموا لك بقى ايه عشان يعقدوا الموضوع اكتر، ما مش هيسيبوه سهل. يسيبوه سهل ليه؟ مش هينفع نسيبوه سهل، لازم نعقده. فهنرجع نقسم الايزوتونيك كونتراكشن لشكلين، هنقسمه لحاجه اسمها كونسنتريك اند اكسنتريك. يبقى الايزوتونيك في شكلين، في حاجه اسمها كونسنتريك واكسنتريك. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لو تركزوا في كلامي في اول الكلاسيفيكيشن انا قلت ان الايزومتريك والايزوتونيك مقصود بيها مين اللي هيتغير طوله ومين اللي هيتغير التنشن فيه، ما قلتش ان الطول لازم يقصر. يعني ممكن يقصر وممكن يطول، ممكن يقصر وممكن يطول. طب ايه اللخبطه دي؟ احنا فاهمين من الكروس بريدج سايكلينج والانتر اكشن ما بين الاكتين والمايوسين والسلايدنج ان الموضوع لازم يحصل فيه شورتنينج. يعني انت بالنسبه لك فكره الشورتنينج ان انا بقرب للسنتر اوف ذا ساركومير وان انا بقرب التو زد لاينز للسنتر، دي بالنسبه لك واقعيه ومفهومه اكتر ومنطقيه اكتر. فلما اجي اقول لك ان في الايزوتونيك كونتراكشن وانا بحرك اللود بيحصل شورتنينج للعضله، انت مقتنع تماما ومتخيلها. زي هنا في الصوره اللي فوق، الشخص ده ماسك في ايده وزن اللي هو الدمبلز وبيحركها لفوق، فده لود معين هو بيحركه، فالبايسبس هيبتدي يحصل لها شورتنينج، فده اللي هو اسمه كونسنتريك كونتراكشن، يعني الساركومير او العضله بتبتدي تقصر. الشكل الثاني اللي هو اسمه اكسنتريك، ده شكل من اشكال الايزوتونيك كونتراكشن ولكن
وانا بحرك الاوبجكت او انا بحرك اللود، العضله ما بيحصل لها شورتنينج، المصل بيحصل لها لينجسنينج، بتطول. نشوف هنا البايسبس طولت عن البوزيشن اللي قبله. ده كونتراكشن؟ اه ده كونتراكشن. هتقولي طب ما يمكن دي كده عشان انا شغلت الترايسبس. اطلاقا، انما الترايسبس لو حتى لو حد فيكم بيعمل تمرين ترايسبس لازم تيجي في الاخر وانت بتعمل اكستنشن للالبو تبوش بهايند، يعني لو انت كده يعني. لكن الليفل ده ان انا وانا بنزل الاوبجكت بالدمبل دي بايسبس، فده كده اكسنتريك كونتراكشن اوف بايسبس. يبقى لو انا برفع لود معين بالمنظر ده زي الفليكشن اوف ذا البو وايل لودنج ويز دامبلز، ده كونسنتريك كونتراكشن. لو انا بعمل لورنج لللود ده بنزله لتحت، ده اكسنتريك كونتراكشن، حصل فيه لينجسنج للعضله. طيب احنا فاهمين النوع الاولاني موليكولرلي فاهمينه. طب النوع التاني؟ لا النوع التاني مش يعني انا مش حابه اخش معاه في تفاصيله، هو حاجه معقده كده. الانتر اكشن ما بين التايتين اللي انا جبت لك سيرته من شويه، في بروتين اسمه التايتين موجود جوه العضله، ده ليه الاستيستي معينه، في انتر اكشنز بتحصل ما بينه وما بين الاكتين وما بينه وما بين المايوسين. الاكسنتريك كونتراكشن عشان انت تفهمه كويس وتفهم يعني ايه العضله يحصل لها ستريتش وايل كونتراكتنج، يبقى لازم تاخد بقى الاسترتش بكل انواعه سواء ريفلكسلي او فولانتري. فدي مش مجالها دلوقتي، يعني انا ممكن اتطرق للجزء ده تاني في السي ان اس، وانت بتاخد الاسترتش ريفلكس وحاجه اسمها السيرفو اسيستنت فانكشن اوف ستريتش ريفلكس، يعني ممكن تفهمها اكتر وقتها ممكن تتفهم. لكن النهارده وانت بتاخد الماسكولوسكليتال مش عايزه منك اكتر من ان انت تعرف مسميات، ان انا عندي في الايزوتونيك كونتراكشن تو باترنز. مقصود بالايزوتونيك كونتراكشن ان طول العضله هيتغير، التغيير ده ممكن يكون باي شورتنينج، وفي الحاله دي بسميه كونسنتريك كونتراكشن، وهو ده اللي الموليكولر ميكانيزم بتاعته عليك اللي انت خدتها في الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. الشكل الثاني او التغيير الثاني اللي ممكن يحصل لطول العضله ان ايزوتونيك كونتراكشن اللي هو اللينجسنينج، ودي عشان تفهمها وتتخيلها محتاج ان انت تاخد تفهم الاسترتش بانواعه سواء فولانتري او ريفلكسلي، فدي معلش هنأجلها دلوقتي مش هينفع تفهمها دلوقتي. فدي انواع الماسل كونتراكشنز على مستوى الماسل فايبر وعلى مستوى الموتور يونت ريليتد للميكانيكال تشينجز. غير انواع الكونتراكشنز تو كيرفز كده او علاقتين رياضيتين، حاجه اسمها length tension relationship وحاجه اسمها force load velocity relationship. يبقى في كيرفين هنشوفهم، ده اول كيرف. يعني انا متوقع ان في حاجه شبه دي عدت عليك في الكارديو فاسكولار، يعني دي شويه شبه يعني انت عدت عليك اكيد في اللي هي length tension relationship. فاللength tension relationship بيربط الانيشيال length of the muscle بالتنشن generated during isometric contraction. فاحنا بنعمله ازاي عمليا؟ بنبتدي بنثبت طول المصل عند اطوال مختلفه، ونبتدي كل مره نقيس التنشن generated by isometric contraction. واكوردنج لكده انا بيطلع عندي 3 definitions للتنشن. فانا عندي حاجه اسمها passive tension واكتف تنشن وتوتال تنشن، باسيف وتوتال واكتف. ايه الفرق ما بين التلاتة دول؟ اللي هو الباسيف اللي هو التنشن بيفور كونتراكشن، يعني انا بس بثبت طول العضله بطريقه ما، بثبت النهايتين بتوعها في سيتنج معين في التجربه او في المعمل بتاعي وابتدي اقيس التنشن فيها. تقول لي طب وهي ليه اصلا فيها تنشن في الاول؟ هرجع افكرك العضله نورمالي في وضع معين اللي هو ستريتش بوزيشن، فالستريتش ده بيعمل لي حاجه اسمها ستريتش ريفلكس، فطبيعي من غير ما انت تقرب لها ومن غير ما يبقى فيه اي ديجري من الاستيميوليشن هيكون فيها تنشن، فده بنسميه الباسيف تنشن. وبعدين بعد ما سجلت الباسيف تنشن عند سيرتن لينكس ببتدي اعمل لها استيميوليشن، فلما اعمل لها استيميوليشن تبتدي تو كونتراكت اكتفلي،
يعني هي كده مش ريفلكس، يعني ده يعني الباسيف ده اللي موجود ديورنج ريست او بيفور اكتيف كونتراكشن ده الى حد ما ريفلكس لي، ما مالكش علاقه بيه. طب وهنا الاكتيف ده ديو تو ستيميوليشن، بس انا ما اقدرش افصل الاثنين عن بعض. فاللي انا سجلته بعد لما عملت لها ستيميوليشن ده بسميه توتال تنشن. يعني لو انت بتسجل في العضله بعد ما تعملها ستيميوليشن هتسجل قيمه ما للتنشن، طب ده هتسميه ايه؟ اكتيف؟ لا ما ينفعش تسميه اكتيف، لان انت ما تقدرش تفصل عنه الباسيف تنشن اللي جاي نتيجه للاسترتش اللي في العضله الطبيعي. ف اللي انا بسجله ديو تو ستيميوليشن ده اسمه التوتال تنشن. التوتال تنشن يساوي الاكتيف تنشن، يبقى التنشن اللي نشأ نتيجه للاستيميوليشن زائد التنشن اللي موجود اساسا قبل ما تعمل الاستيميوليشن. طب انا عايز اعرف بس قيمه التنشن ذات جنريتد باي اكتيف كونتراكشن، هعرفه ازاي؟ ما ينفعش اطلع قيمته معمليا، دي بتتعمل بان انا بطرح التو فاليوز من بعض. يبقى انا لو عايز اسجل او عايز احسب، ما بتسجلش، عايز احسب الاكتيف تنشن ديو تو كونتراكشن بسجل حاجتين، بسجل باسيف تنشن اللي هو قبل ما اعمل كونتراكشن، وبسجل توتال تنشن قبل اللي هو نتيجة للكونتراكشن او نتيجة للاستيميوليشن اللي انا بعمله، وفرق الاتنين من بعض ده يساوي الاكتيف تنشن. اما جم يعملوا التجربة دي لقوا ان في علاقة كده ما بين الانيشال لينكس اوف ذا ماسل وما بين التنشن جنريتد. اعلى تنشن بيتسجل عندي بيكون عند طول معين للساركومير يساوي 2.2 مايكرون. لو حصل زودت طول العضلة او قللت طول العضلة عن كده، يعني طول الساركومير لو بقى اقل من 2.2 او اكتر من 2.2، في الحالتين دول هتلاقي الكيرف بتاعك ابتدى يقل او التنشن ابتدى يقل. الفكرة ان عند الطول ده اللي هو 2.2 بيكون عندي اعلى اوفرلاب ما بين الاكتين والمايوسين، فعملية الانتر اكشن ما بينهم بتكون اعلى ما يكون. لو جيت هنا في الصورة دي اللي هو ان اللينكس بقى قليل او الساركومير لينكس بقى اقل من 2.2، انا قربت قوي الاندز بتوع السن فيلامنتس من بعضهم، يعني الاكتين فيلامنتس زي ما يكونوا اتحشروا في بعض، فانت كده قللت فرص السلايدنج ما بين السن والسيك فيلامنتس. الاكستريم الاخر ان انت يعني يحصل ماسيف ستريتش للعضله، في الحاله دي برضو الاوفرلاب ما بقاش اوبتيمم زي ما كان في الوضع ده. في العادي ان العضلات في جسمنا ديورنج ريست بتكون موجوده في البوزيشن ده، يعني ربنا خلقها لك كده، هي في الاوبتيمال لينكس او في الريستنج كونديشن هي بليزد عند بوزيشن معين. لو حصل عنده ستيميوليشن due to يعني لو حصل عنده induction for active contraction هتحصل على أعلى نتيجة. يبقى normally هي placed في جسمك في اللينجز ده أو الأوبتيمال لينجز ده. ده الكيرف الأولاني، يبقى أو الكيرفين اللي فاتوا دول اللي هو اللينج تنشن relationship. العلاقة التانية اللي related للميكانيكال ريسبونس اللي هي اللود فيلوسيتي relationship. يعني ايه لود فيلوسيتي relationship؟ اللود فيلوسيتي ريليشن شيب بتربط لي الافتر لود او اللود اللي انا عايز احركه بالعضله او اللود اللي العضله هتواجهه افتر ستارت تو كونتراكت بالفيلوسيتي اوف كونتراكشن. فالعلاقه عكسيه ما بين اللود اللي انا عايز احركه ما بين الفيلوسيتي اوف كونتراكشن. لو زودت الافتر لود، كل ما زود الافتر لود كل ما الفيلوسيتي اوف كونتراكشن بتاعتي ما هتقل. علاقه عكسيه لحد ما بوصل ليه؟ لو اللود بتاعي زيرو، لو اللود بتاعي زيرو فالفيلوسيتي اوف شورتنينج والاماونت اوف شورتنينج بتكون اعلى ما يكون. دي بنسميها في ماكس. يبقى الفي ماكس اللي هي اعلى فيلوسيتي اوف كونتراكشن واعلى ديجري اوف شورتنينج، ودي بتتحقق لو اللود بتاعك يساوي زيرو. مفيش حاجه اسمها لود يساوي زيرو، يعني لو انا بعمل موضوع عمليا الكيرف ده بيتعامل مع ايزوتونيك كونتراكشن، يعني اللود فيلوسيتي ريليشن شيب
بتعتمد ان انا بحرك لود، ما انا عاوز احسب اللود موفمنت بتاعي، يعني حرك اللود ده ازاي. فما فيش ايزوتونيك كونتراكشن هيحصل من غير ما احرك اللود، يعني لازم يكون في لود. فزيرو دي وهميه، يعني احنا بنرسم الكيرف كده وبنكمله بحاجه اسمها اكسترابوليشن خلاص. فدي حاجه نظريه، لكن ما فيش حاجه اسمها في ماكس ان انا يكون عندي اللود يساوي زيرو ان ايزوتونيك كونتراكشن. فهي العلاقه عكسيه ما بين الاثنين، وانت نفسك هتواجهها. يعني لو في حد، لو انت شلت بوكس فيه 2 كيلو، بعدين حد اداك بوكس او دمبل تاني فيه وزنها 4 كيلو، بعدين واحدة تانية وزنها 10 كيلو، انت كل مرة كل ما هزود عليك اللود كل ما هتحس ان الحركة بتاعتك بقت ابطأ. او لو انت ماشي مثلا بتنقل كتب او اي اوبجكت، كل ما الحاجة اللي انت شايلها دي مكانت اتقل، كل ما اللود اللي انت بتحركه ده مكان اتقل، كل ما الحركة بتاعتك ما هتكون ابطأ. فالعلاقة عكسية ما بين الافتر لود وما بين ال velocity of shortening وال amount of shortening. اخر حاجه في التشينجز فولوينج سكيليتال ماسل كونتراكشن او ستيميوليشن هي الميتابوليك تشينجز. الميتابوليك تشينجز هنحاول طبعا ما نخش قوي في البايوكيمستري، بس يعني لازم تعرف الخطوط العريضه للموضوع. فالميتابوليك تشينجز احنا محتاجين ليه طاقه؟ العضله ليه محتاجه طاقه اصلا؟ يعني هي محتاجاه بس ديورينج كونتراكشن ولا محتاجه ديورينج كونتراكشن وديورينج ريست؟ ايه رايكم؟ يعني لو تفتكروا زمان قوي في سنة أولى خدتوا الريستنج ممبرين بوتنشال. فالريستنج ممبرين بوتنشال أي عضلة أو أي خلية في جسمك في بوتنشال ديفرنس أكروس ذا سيل ممبرين. وكان أساس الممبرين بوتنشال ده أو الريستنج ممبرين بوتنشال ده من غير ديورنج ريست، من غير أي ستيميوليشن، من غير ما حد يقرب للخلية دي أو للتشو ده، حاجتين: ان ايكوال ديستريبيوشن اوف ايونز وصوديوم بوتاسيوم بامب. فاكرين صوديوم بوتاسيوم بامب؟ صوديوم بوتاسيوم بامب دي لو تفتكروا كانت حاجه اكتف بتحتاج صوديوم، بتحتاج اي تي بي. يبقى العادي للعضله زيها زي اي خليه في جسمك ان هي محتاجه الاي تي بي even during rest to maintain the resting membrane potential. طيب during contraction محتاجه طاقه؟ طبعا احنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان الاي تي بي بتاعي مطلوب during contraction and during relaxation. الكروس بريدج سايكلينج اللي حصلت نتيجه ان الهيد اوف مايوسين كانت كوكت او انرجايزد باي هيدروليسيس اوف اي تي بي. في السايكل بتاعتنا لما حصل الديتاتشمنت حصل لما فريش اي تي بي مسك في المايوسين هيد وقلل الافينيتي ما بين الاكتين والمايوسين. لما حبينا نعمل ريلاكسيشن اللي هي المرحلة التانية من المسل تويتش أو الميكانيكال ريسبونس، كنا محتاجين الـ ATP عشان أشغل الكالسيوم ATPs اللي على الساركوبلازميك ريتيكولم. فأنا محتاجاها، محتاجة الـ ATP في الكونتراكشن وفي الريلاكسيشن. طيب ده ديورنج الأكتيفيتي. طب بعد الأكتيفيتي، بعد الأكتيفيتي ستيل أنت محتاج طاقة. يعني أثناء الكونتراكشن العادي بتاعنا في تغيرات بتحصل على مستوى المسل، شوية ليها علاقة بالسيمباثاتيك نيرفس سيستم وشوية ليها علاقة باللوكال ميتابولايتس اللي بتطلع، كده الكلام ده خدتوه في الفاسكولر. فنهايتها ان هيحصل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز اللي في السكيليتال ماسل، بودي دم اكتر للعضلة. حاجة كويسة، حاجة كويسة جدا. طب وبعدين هتعرف دلوقتي في خطوات الطاقة، بس خلينا الأول نقول ايه الانرجيتكس وبعدين نقول بعد الاكسرسايز انت ايه يعني ايه حكاية الاكسجين والانرجيتكس. خلينا في مرحلة الاكسرسايز بما ان احنا مركزين على الكونتراكشن والاستيميوليشن. الاي تي بي اللي انا لسه قايل لك عليه اللي هو محتاجه عشان تعمل كوكينج او انرجايز الهيد اوف مايوسين، ومحتاجه عشان تعمل ديتاتشمنت، ومحتاجه عشان تعمل ريلاكسيشن من خلال الكالسيوم اي تي بيز وتسحب الكالسيوم، ده بيجي منين؟ او هو لازم اي تي بي ولا ممكن عمله تانية او ممكن شكل تاني من اشكال الانرجي كومباوندز؟ لا، مفيش غير الاي تي بي، هو ده العمله بتاعتك. يبقى الانرجي المتعامل بيها او العمله اللي هيتم التعامل بيها جوه المصل هو الاي تي بي، مفيش حاجه تانية. طيب مصدره ايه الاي تي بي؟ موجود فري في المصل سيل، موجود فري بس كميه قليله جدا مش هتكفيه غير ثواني معدوده. يبقى اعتمادنا في الاكتيف كونتراكشن عمره ما هيكون على الفري اي تي بي.
طب امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بيكون عندك 3 مين سورسز، في 3 مصادر اساسيه، 3 مصادر اساسيه هم متلونين عندك، 1 2 3، هم دول اللي طول الوقت بيعملوا لك كونتينوس سبلاي للفري اي تي بي، اللي هو هيتم بقى التعامل بيه على مستوى الميوسين هيد وعلى مستوى الكالسيوم اي تي بيس. طب مين هما الثلاث مصادر دول؟ الثلاث مصادر دول اول حاجه الكرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت ده كميته في الخليه تقريبا 5 اضعاف كميه الفري اي تي بي، فده يمثل السورس الاول للاي تي بي. هيكفيك قد ايه الكرياتين فوسفيت؟ كرياتين فوسفيت مع الفري اي تي بي الاثنين مع بعض اجماليا بيسموا فوسفاجين سيستم او كرياتين فوسفاجين سيستم. الاثنين مع بعض هيكفوك من 5 ل 8 ثواني. ينفع الكلام ده يكفيك؟ ما ينفعش طبعا، زي يعني زي قلتهم. هو طبعا كونتريبيوشن تحمد، لكنها مش هي دي الاساس، مش هتنفع لاي موتور اكتيفيتي او لاكسرسايز. فالسيستم الاولاني او السورس الاولاني ده هيكفيك مده محدوده جدا من 5 ل 8 ثواني. طب ده ميزته ايه؟ ميزته ان هو سريع مش اكتر من كده. يعني هو ميزته السرعه، ان هو بيدي تقريبا يعني يعتبر خط الدفاع الاول في السبلاي فور اي تي بي، لكن ككميه محدوده او كسبلاي يديك وقت طويل، لا مش هو ده. فهو دي ميزته بس، ان هو سورس سريع للاي تي بي. طب رقم 2، رقم 2 انا خليها رقم 3 زي الهاند اوت، يعني انا شرحها دي قبل دي في الهاند اوت. رقم 2 اعتبرها هي الجلايكوليسز. الجلايكوليسز ان انا اخد الجلايكوجين او الجلوكوز، يعني ابتدي اطلع الطاقه في وجود او في غياب الاكسجين. مش محتاجه يعني، دي ما بتعتمدش على او ما بتحصلش جوه الميتوكوندريا، بتحصل في السيتوبلازم. فالخلايا اللي فيها ميتوكوندريا هتعرف تعملها، والخلايا اللي ما فيهاش هتعملها. فهنا الجلايكوليسيس دي مجموعه من الرياكشنز بتحصل في السيتوبلازم، والنهايه بتاعت الجلايكوليسيس هتكون حاجه من الاثنين، يكون بايروفيك اسيد يخش في الميتوكوندريا ويكمل الاوكسيداتيف فوسفوريليشن ويطلع كميه كبيره من الاي تي بي، يا اما في غياب الاكسجين هيتحول الاند برودكت بتاعي الى لاكتيك اسيد، يعني الميتابوليزم بتاعي يتحول لانيروبيك ميتابوليزم وهيتكون عندك لاكتيك اسيد. فالجلايكوليسيس دي واحده من الطرق التانيه اللي هتديك اي تي بي. يعني حتى لو حصلت في غياب الاكسجين وانتهت بتكوين اللاكتيك اسيد، فهي برضو هتكون مصدر للاي تي بي. اكيد الكميه مش هتكون زي الكميه اللي هتطلع لو كملنا الطريق للاخر ودخلنا اوكسيديتيف فوسفوريليشن في الميتوكوندريا، ولكن ساعدت في الاي تي بي. طيب عيبها ايه الطريقه دي؟ يعني ايه مشكله الجلايكوليسيس؟ هل هي مصدر محترم للطاقه ممكن يكمل معاك وقت طويل؟ لا مش قوي برضو. يعني هي انت الباسوي ده او السورس ده ممكن يكفيك up to 1 minute، مش اكتر من كده. طب وايه كمان، ايه مشكلته غير ان هو مش هيديك فتره طويله؟ المشكله الاكبر والاهم هي اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد لما بيحصل له accumulation في التشو بيكون واحد من اهم اسباب الفتيج في العضله، بتتعب. يعني تكوين اللاكتيك اسيد في المصل ده بيخلي يحصل فتيج او تعب في العضله، فما بتقدرش تكمل الموفمنت بتاعتك. فدي ليميتيشن مهمه جدا للباسوي ده. الطريق الثالث، بس ده بيشترط وجود حاجتين، بيشترط وجود اكسجين وبيشترط وجود ميتوكوندريا، اكتف يعني سفيشنت نمبر اوف ميتوكوندريا في المصل دي، اللي هو الاكسيديتيف فوسفوريليشن. انا هخش بقى وابتدي احرق بقى ديفرنت ستاف فود ل في الميتوكوندريا واطلع كميه كبيره جدا من الاي تي بي، سواء بقى اللي كان امينو اسيد، سواء كان فات، سواء كان جلوكوز. كل الطرق دي هتخش هنا في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن في الميتوكوندريا، ونبتدي نطلع كميه كبيره من الاي تي بي. طب دي ليها وقت محدد؟ يعني الباسوي ده او السورس ده، احنا قلنا هنا ان دول اللي هو الكرياتين فوسفيت مع الاي تي بي ممكن يديك من 5 ل 8 ثواني. الجلايكوليسيس ممكن يديك سورس او يديك سبلاي لحد دقيقه. طب الاوكسيديتيف فوسفوريليشن لحد قد ايه؟ وقتها مفتوح. لو انا طول الوقت عندي ماتيريال او سبستريت للباسوي ده اللي هم الفود ستاف وعندي اكسجين، يبقى الوقت بتاعك مفتوح.
ما فيش عنده ليميت، يعني ما عندوش حاجة تعمله ليميتيشن زي اللاكتيك أسيد في الجلايكوليسيس مثلا. طيب اللاكتيك أسيد ده مصيره إيه؟ اللاكتيك أسيد اللي هيتكون في العضلة مصيره إيه؟ يعني إحنا قلنا خطورته إن هو يعني واحد من أسباب الفتيج، فممكن يعمل ليميتيشن للحركة بتاعتك. هو حاجة من التلاتة، يعني يا إما يتحول لبيروفيك أسيد هيخش الدم، يعني ممكن يتحول لبيروفيك أسيد والديفرنت تيشوز تبتدي تستخدمه مش بس المصل. ممكن يوصل للهارت، والهارت ممكن يستخدمه بشكل مباشر في الطاقة. الهارت very flexible في ال energy consumption أو في substrate consumption for energy production، فممكن يتم استهلاكه بشكل مباشر بالهارت بالكاردياك مصل. وممكن يروح الليفر والليفر يحوله إلى جلوكوز، فده مصير اللاكتيك أسيد اللي هينتج من الانيروبيك جلايكوليسيز اللي ممكن تحصل في المصل with exercise أو prolonged exercise أو prolonged muscle activity. فدي الثلاث طرق اللي ممكن اخد بيهم ATP اثناء المصل activity اثناء الاكسرسايز مثلا. يبقى احنا قبل التمرين او during rest محتاجين ATP to maintain الممبرين بوتنشال، الريستنج ممبرين بوتنشال. اثناء التمرين انا محتاجاه عشان الكونتراكشن والريلاكسيشن بكل الستبس اللي قلناها. وباخده منين؟ باخده من الثلاث طرق دول، يا اما كرياتين فوسفيت، يا اما جلايكوليسيس، يا اما اوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب خلصنا التمرين الحمد لله، وبعدين احنا قلنا هنا في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن ان الاكسجين المطلوب عشان العمليه تفضل مستمره ويفضل عندي كونتينوس سبلاي اوف اي تي بي، ده بتاخده منين؟ بتاخده منين الاكسجين؟ بتاخده من الدم. الاكسجين بيدخل لي من الدم. وفي العضله بقى شخصيا في بروتين معين شبه الهيموجلوبين اللي في الدم اسمه مايجلوبين، فده بيكون فيه نسبه برضو مش بطاله من الاكسجين. طيب خلصنا التمرين وبعدين محتاج اكسجين؟ اه طبعا محتاج اكسجين. طبعا اثناء التمرين في فازو دايلاتيشن حصل، سواء نتيجه للسمباثيك ستيميليشن او اللوكال فاكتورز او اللوكال ميديتورز اللي حصلت نتيجه للماسل اكتيفيتي، حصل فازو دايلاتيشن والدم كان زايد، وصلنا اكسجين اعلى ما يكون عشان افضل مشغله الاوكسيديتيف فوسفوريليشن باقصى كباستي ممكنه عشان اخد اقصى كميه ممكنه من الاي تي بي. طيب وبعدين خلصنا الاكسرسايز، لسه محتاجه اكسجين بالاستهلاك العالي ده؟ اه لسه محتاجه اكسجين بالاستهلاك العالي. ليه محتاج اكسجين بعد الاكسرسايز او في الريكفري؟ لان حصل شويه تغيرات انا محتاجه ارجعها تاني، يعني محتاجه ارجع تاني الستورز بتاعه الكرياتين فوسفيت والاي تي بي، محتاجه اتخلص من اللاكتيك اسيد، محتاجه ارجع الاكسجين اللي انا استلفته من المايوجلوبين. يعني انا المايوجلوبين اللي هو البيجمنت الصبغه اللي جوه العضله اللي شايله شويه اكسجين، انا خدت محتواها من الاكسجين، ممكن اخده منها طبعا لو الاكسرسايز طول او لو الكونتراكشن طول، فانا فضيتها من الاكسجين. فانت محتاج اكسسيف اكسجين كونسامبشن بعد الاكسرسايز عشان ترجع كل الحاجات دي، يبقى محتاجه عشان تو ريستور الكونتنت بتاع الكرياتين فوسفيت والاي تي بي، تو ميتابولايز اللاكتيك اسيد، اند تو ريستور الاكسجين اوف مايوجلوبين. فكميه الاكسجين اللي احنا بنستهلكها في الريكفري تايم الزياده عن البيزل كونسامبشن، يعني هتلاقي ان الريسبيراتوري ريت بتاع الشخص بعد ما بيخلص التمرين بيفضل الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي. يعني هو بيعمل التمرين انت مفهوم بالنسبه لك هو ليه بينهج او ليه الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي، لان هو بيحاول يدخل جسمه اكبر كميه ممكنه عشان يوصلها عن طريق الدم للعضله وافضل مشغله الاكسيديتيف فوسفوريليشن. لكن برغم من كده التمرين هيقف، هتبص برضو او لو لاحظت الشخص ده هتلاقي ان الريسبيراتوري ريت بتاعه ستيل عالي، اعلى من البيزل كونديشن، اعلى من قبل ما يبدا التمرين. فالاكسسيف اوكسجين كونسامبشن اللي بيحصل في الريكفري بيريود عشان ارجع تاني التغيرات اللي حصلت سواء الانرجي الكرياتين فوسفيت او اللاكتيك اسيد او الاكسجين اوف مايوجلوبين، كل ده محتاج اكسجين زياده باخده في الريكفري بيريود، ده بيكون فوق او فارق عن الكميه البيزل قبل الاكسرسايز، فدي بنسويها الاكسجين ديبت. متوقع ان انت تكون سمعت عنها في الريسبيريشن لما درست الريسبيراتوري موديول.
رايجر مورتس اعتقد انتوا خدتوها في سنه اولى، بس خلينا نقولها مره تانية. الرايجر مورتس دي عباره عن ماسل كونتراكشر مش كونتراكشن. يعني كونتراكشن معروف نتيجه للاستيميوليشن، ان في نيرف امبلس وصلت عملت لي نيورو ماسكولار ترانسميشن وبعدين حصل كونتراكشن وريلاكسيشن، فده كونتراكشن. لكن الكونتراكشر اللي هو السستيند كونتراكشن نتيجه لللوس اوف انرجي سورسز، ده بيحصل at the time of death. يعني واحد مات فخلاص مفيش كده sources of ATP، مفيش دم رايح للعضلة، مفيش أكسجين يعرف يشغل لك مصادر الطاقة. فالسكة اللي فاتت اللي احنا قلناها دي بتاعت الأكسيديتيف فوسفوريليشن وقفت خلاص، فهيبتدي يحصل يعني at the time of death كان في cross bridge cycling اللي هو العادي ما بين، أو في interaction عادي ما بين السين والسيك فيلامنتس. لكن بمجرد غياب الـ ATP at the time of this الاكتين والمايوسين ماسكين في بعض مش عارفين يفكوا، وعشان الديتاتشمنت يحصل لازم يمسك فريش مولكيول اوف اي تي بي في المايوسين هيد. فهنا في المرحله دي مفيش اي تي بي، فهيفضل يحصل sustained binding between اكتين اند مايوسين، فيعمل لك المنظر ده اللي هو sustained contraction. ده سببه. طب هيفضل قد ايه او هيظهر قد ايه؟ يعني هو البيك بتاعته تقريبا 12 ساعه من الوفاه، وممكن يختفي في خلال 48 أو 60 ساعة من الوفاة. ده ليه أهمية ميديكو ليجال، لأن ممكن الشخص لو حد اكتشف إن هو ميت في مكان ما، ممكن بالديجري اوف ذيس كونتراكشر أو ديجري اوف رايجور مورتس نحط وقت تقريبي للوقت اللي حصلت فيه الوفاة. في تغيرات أخرى طبعا بالفورنسيك متوقع تعرفها، لكن ده واحد من الماركرز أو واحد من الانديكيتورز اللي ممكن تدي فكرة عن التايم اوف ديث. هيفضل الشخص متخشب كده كتير؟ لا مش هيفضل متخشب كتير، هيختفي. طب هيختفي ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيخلي الاكتين يسيب الميوسين؟ اللي هيخلي الاكتين يسيب الميوسين ان العضله هتبتدي تتحلل، يعني هيطلع على انزيمز من اللايزوزومز فتبتدي تكسر البروتينز بقى دي شخصيه. يعني هم مش هيفكوا عشان الافينيتي قلت، لا هم هيتفكوا من بعض عشان يحصل حاجه اسمها اوتوليسيس او تكسير ذاتي بفعل الانزيمز اللي هتطلع من اللايزوزومز. وبعدين عندنا حاجة اسمها المصل فاتيك. يعني ايه مصل فاتيك؟ فاتيك اللي هو التعب، ان انت لو عملت برولونجد اكسرسايز او حركة معينة لوقت طويل هتحس ان انت تعبان مش قادر تكملها. برضو يعني ايه فاتيك في الترجمة؟ يعني ميكانيكس بقى، انتوا ناس خدتوا خلاص كونتراكشن وريلاكسيشن وفيزز وكيرفات. مقصود بمصل فاتيك ان الفورس اوف كونتراكشن يعني الامبليتيود بتاع الكونتراكشن بتاعي هيبقى او التنشن بتاعي هيكون اقل، التايم بتاع الكونتراكشن هيزيد، والريلاكسيشن بتاعي هيكون انكمبليت. يبقى لو انا بسجل بقى ميكانيكس او بسجل ميكانيكال ريسبونس وعايز القط شكل الفتيك، فلازم يكون متوفر عندي الثلاث شروط دول او الثلاث تغيرات دول. هتلاقي ان الامبليتيود بتاعك او التنشن اللي جنريتد مقارنه ببدايه الكونتراكشن هتلاقي الامبليتيود بتاعك بقى اقل من الطبيعي، التايم بتاع الكونتراكشن بقى اطول، الموضوع بقى بطيء، كل حاجه بقت بطيئه، والريلاكسيشن بقى بتاعي بقى انكمبليت. طب ايه اللي يخلي يحصل اصلا مصل فاتيك؟ مصل فاتيك ليه كذا سبب. في اسباب على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن. لو شخص طبيعي احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الكميه اللي بتطلع من الاستالكولين بتكون كمية كافية ان هي تعمل لي depolarization sufficient انه يوصل بالممبرين بوتنشال للفايرنج ليفل، فبيحصل اكشن بوتنشال والعضلة بتتم عادي. لكن ده في الكونتراكشنز اللي هي ما فيهاش prolonged activity او مش محتاجة فايرنج عالي، يعني الفايرنج ريت او الفريكوينسي اوف اكشن بوتنشال هنا ما بتكونش عالية لدرجة ترهق النيرف تيرمينال. يعني ايه طريق النيرف تيرمينال؟ يعني الاستالكولين اللي طلع ده هو بعد ما يمسك في الريسبتورز ويحصل ريلاكسيشن هيتكسر بالكولين استريس، وبعدين الكومبوننتس دي هتبتدي ترجع تاني للنيرف تيرمينال، فيبتدي يعمل كومباينيشن ليها ويبتدي يكونها مره تانية، يعمل لها باكنج جديد ويبتدي يعمل لها ري سكريشن لو وصل لها نيرف ستيمولس جديد. لكن لو انا شغاله بمعدل سريع قوي، لو انا شغاله بريت
او فريكوينسي في ستيميليشن عاليه قوي على النيرف ده، لدرجه ان هو عمال يخرج كل ما يحتويه من اسيتايل كولين، ومش مديله فرصه ان هو يعمل ري ابتيك للكومبوننتس دي ويعمل فورميشن اوف نيو فيزيكلز. ففي مرحله من المراحل هنوصل ان مفيش اسيتايل كولين فيزيكلز في النيرف تيرمينال دي، يبقى with high frequency stimulation أو with repeated movements ممكن يكون سبب الفتيج اللي حصل على مستوى الأسيتايل كولين فيزيكلز أو على مستوى النيورو ترانسميتر، حصل depletion of أسيتايل كولين فيزيكلز. طب ممكن يكون مشكلة في العضلة؟ آه طبعا طبعا. هو من شوية أنا قلت لك إيه إن مصادر الطاقة ثلاثة، كرياتين فوسفيت وجلايكوليسيس وأكسيديتيف فوسفوريليشن، كل واحد فيهم ليه ليميت معين. يعني الاولاني قلنا 5 ل 8 ثواني، التاني لحد دقيقه اللي هو الجلايكوليسيس، الاخير اللي هو الاكسيديتيف فوسفوريليشن بتعتمد على حاجتين، السبلاي اوف اكسجين والانرجي سبستريت اللي انا هحرقها في الميتوكوندري. طب ما انا ممكن مصادر الطاقه دي تكون خلصت خلاص، يعني ما فيش واحد مثلا بيتمرن من غير ما يكون واكل كويس قبلها بفتره معينه، او انت عملت مجهود بدني رهيب وانت مش مفطرتش او ما خدتش اكل بقالك ساعات كتيره، مفيش طاقه خلاص، في هنا loss of substrates loss of energy sources. فدي سبب تاني ان انا الانرجيتكس بتاعتك بقى فيها مشكله، الانرجي سبلاي نفسه اللي هينتج عنه توليد الاي تي بي اللي محتاج عشان ما يحصلش عندي فتيج حصلت فيه مشكله. فممكن تكون مشكله على مستوى الانرجي سورسز او الانرجي سبلاي. اللاكتيك اسيد اكيوميوليشن بيقلل البايندنج ما بين الكالسيوم وما بين التروبونين، يعني انا عشان يحصل عندي كونتراكشن افيشنت كونتراكشن لازم يحصل سلايدنج ما بين الاكتين والمايوسين، وكانت اهم خطوه عشان الـ يحصل اكسبوجر او يحصل بايندنج ما بين الاكتين والمايوسين كانت كانت ان اللاكتيك اسيد سوري كانت ان الكالسيوم يمسك في تروبونين سي ويبتدي تروبونين سي حركه تروبومايوسين فيحصل سلايدنج ما بين الاثنين. فاذا حصل اكيوميليشن للاكتيك اسيد ده هيقلل البايندنج ما بين التروبونين والكالسيوم، بما ان التروبونين بقى فيه مشكله في ماسكه الكالسيوم ليه، يبقى عمليه الاكسبوجر اوف مايوسين بايندنج سايت اوف اكتين will be impaired، وبالتالي السنسيتيفيتي اوف انتر اكشن بتوين اكتين اند مايوسين will be affected. هنا في الصورة دي في الانرجيتكس كل ما بتكسر الاي تي بي كل ما بتزود الانورجانيك فوسفيت. الحقيقة ان الانورجانيك فوسفيت برضو حاجة من اعداء الكونتراكشن، يعني حاجة من الحاجات اللي لو حصل لها اكيوميليشن بكمية كبيرة ممكن تأثر على الموليكولر ايفنتس اللي بتحصل. بس هنا بقى الانورجانيك فوسفيت بيأثر على الكالسيوم ري ابتيك، بس لازم كريتيكلان انا يعني لسه قايله لك ان ايه الفتيك 3 حاجات، امبليتيود قليل، انكمبليت ريلاكسيشن اند برلونج تايم. فالانكمبليت ريلاكسيشن من اهم اسبابه الاكيوميليشن اوف ان اورجانيك فوسفيت. الاكيوميليشن اوف ان اورجانيك فوسفيت بيتعارض مع شغل الكالسيوم اي تي بيز على الساركوبلازميك ريتيكل، فعمليه الريلاكسيشن ما بتكونش كومبليت. فانت نفسك ممكن تجربها ان انت تكون ماشي في مكان او ما بتمشي مسافات طويله جدا لو انت مش حد مش متعود على المشي كتير، يعني انت بتقول انا رجلي وقفت مش قادره اتحرك او رجلي اتخشبت. بالظبط كده، هو ده اللي حصل، ان انت عندك incomplete relaxation. فالانورجانيك فوسفيت بيأثر على الريلاكسيشن. الحاجه الثانيه ان انت لو عملت اكسرسايز كتير او عملت حركه بشكل متتابع متتالي بمعدل سريع او معدل ورا بعضه مش مدي فرصه للعضله ان هي ترتاح او يحصل لها كومبليت ريلاكسيشن، سواء بقى لان انت اللي بتعمل الحركه دي، يعني انت اللي بتعمل اكسرسايز بمعدل سريع او بتجري بسرعه او whatever ايه المصل اللي بتحركها، او accumulation of certain factors اللي اهمها الانورجانيك فوسفيت عمل لك incomplete relaxation. فعمليه الكونتراكشن دي ممكن تضغط لك على البلاد فيسلز اللي رايحه للعضله، وما تضغط لك على البلاد فيسلز يبقى انت قللت السبلاي اوف اكسجين، هتخش في دايره مغلقه كده نهايتها ان الفتيج هيبتدي يزيد عندك، وكل دي فاكتورز هتو انتر اكت ويز ايتش اذرز. فاهم اسباب للفتيج
نقص الاستال كولين فيزيكلز يبقى ده على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن. وزين ذا ماسل ممكن يكون فيه ديبليشن اوف انرجي سورسز، كومبريشن اوف بلاد فيسلز باي ذا كونتراكتنج ماسل which will impair the oxygen supply to the muscle, accumulation of lactic acid that impairs the sensitivity of actin and myosin by impairing the calcium binding to troponin C, accumulation of inorganic phosphate which will interfere with calcium uptake by the sarcoplasmic reticulum. كل دي أسباب الفاتيك. آخر جزء في محاضرة النهاردة هي انواع الماسل فايبرز. انت خدت انواع الكونتراكشنز الانزوتونيك والايزومتريك واشكال الايزوتونيك، لكن في حاجه تانية اللي هي انواع الماسل فايبرز. انواع الماسل فايبر دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الصوره دي. شايف الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ الصوره دي كان فيها تو باسويز اساسيين اللي هو جلايكوليسيس والاكسيديتيف فوسفوريليشن. يعني دي سكه ودي سكه، هل هما إكوال في كل العضلات في كل عضلات جسمي؟ يعني الجلايكوليتيك كاباستي أو الإنزيمز بتوع الجلايكوليسيز والميتوكوندريا الدينستي بالإنزيمز بتاعتها هل هما متساويين في كل المسلز؟ لأ، وبالتالي هما اتقسموا على الأساس ده. فإحنا بنقسم العضلات لمجموعتين كبار. المجموعة الأولانية اللي هي الأكسيديتيف فايبرز. أكسيديتيف فايبرز دي بتعتمد او بيكون الاكسيديتيف فوسفوريليشن فيها ليه الابر هاند او الاكتيفيتي فيه عاليه قوي. المجموعه دي من العضلات عشان تكون مهيئه، لو تفتكروا انا كنت زمان طول الوقت بقولها لكم ان ربنا لما بيكلف اورجان ان هو يعمل وظيفه معينه لازم يديله ما يؤهله لذلك، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلو المصل دي مصيرها ان هي تعتمد بشكل اساسي على الاكسيديتيف فوسفوريليشن فربنا هيديها المؤهلات دي. ايه المؤهلات؟ مؤهلات بما ان الاكسيديتيف فوسفوريليشن محتاج ميتوكوندريا محتاج اكسجين، فربنا هيهيئ لها ده. هيقولها ازاي؟ ان النوع ده من المسلز اللي هي الاكسيديتيف فايبرز بتكون فيها عدد كبير جدا من الميتوكوندريا، بيكون فيها بلاد فيسلز بعدد كبير عشان يضمن لها continuous supply of oxygen. بيكون فيها كمان صبغة الميوجلوبين. الميوجلوبين ده صبغة شبه الهيموجلوبين اللي في الدم. فالميوجلوبين كونتنت فيها كريزيرف تاني للأكسجين، يعني هو مش بس هيجيب لها الأكسجين من طريق الدم عن طريق blood vessels كتيرة حواليها، ده كمان هيخلي بداخلها كمية كبيرة من الميوجلوبين. فكل الفاكتورز دي هتساعدها ان هي تؤدي وظيفتها اللي هي الاكسيديتيف فوسفوريليشن. نتيجه لوجود البلاد فيسلز الكتيره اللي حواليها ونتيجه لوجود الميوجلوبين بنسبه عاليه جواها، فده هيدي الماسلز دي لون احمر دار ريد ان كلر، فساعات بيسموها الريد ماسل فايبرز. يبقى الريد فايبرز اللي هي مينلي شغلها ميتابوليكالي بيعتمد على الاكسيديتيف فوسفوريليشن. طب الاكستريم الثاني او النوع الثاني من المسلز اللي هو بيعتمد اكتر على الجلايكوليسيس. فالنوع ده اللي هو الجلايكوليتيك ماسل فايبرز هو بيعتمد على الجلايكوليسيس مش محتاج ميتوكوندريا، فعدد الميتوكوندريا فيه اقل بكتير من الاكسيديتيف فايبرز. البلاد فيسلز اللي حواليه اقل، الميوجلوبين فيها اقل. بما ان الميوجلوبين بيجمنت فيها اقل وكميه البلاد فيسلز حواليها بتكون اقل، فده بيديها لون بيل ان كولر، يعني لونها بيكون باهت عن الاكسيديتيف فايبرز، فساعات بنسميها وايت ماسل فايبرز اور بيل ماسل فايبرز. برضو زي ما عقدنا لك الانواع الايزوتونيك كونتراكشنز، ما ينفعش ما نعقدلكش انواع الماسل فايبرز. ما ينفعش فيسيولوجي لازم ما نعقده طبعا عشان يبقى جميل عشان تستمتع اكتر. بهزر طبعا، الفسيولوجي جميل جدا ولازم مش معقد ولا حاجه، بس عشان تفهم الحاجات جايه منين. التقسيمه اللي فاتت دي اللي هي البسيطه اللي هي قسمنا فيها الفايبرز لاكسيديتيف فايبرز وجلايكوليتيك فايبرز، رجعنا قسمنا بقى جواها حاجه تانية. يعني لقوا ان المسل فايبرز عندي حاجه من التلاته، يا اما فاست جلايكوليتيك
وفاست اوكسيديتيف وسلو فايبرز. خلاص، فمين اللي بيكون فاست ومين اللي بيكون سلو؟ على اساس ايه هي سلو وعلى اساس ايه هي فاست؟ ما احنا خلاص احنا فهمنا الاوكسيديتيف اوكسيديتيف والجلايكوليتيك جلايكوليتيك، يعني اوكسيديتيف بتعتمد ملي على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن وفيها كل المؤهلات التركيبيه اللي بتؤهلها لده، والجلايكوليتيك بتعتمد ملي على الجلايكوليسيس وموجود فيها انزيمز الجلايكوليسيس بكثافه اعلى وموجود فيها كل ما يؤهلها لده. طيب ايه يعني ايه فاست ويعني ايه سلو؟ طيب ايه اللي خلى دي فاست وايه اللي خلى دي سلو؟ المايوسين اي تي بيز اكتيفيتي هو ده الفرق ما بينهم، يعني السرعه اللي العضله بتنقبض بيها المحدد الاساسي ليها هو نشاط المايوسين اي تي بيز. فلو الخليه دي المايوسين اي تي بيز فيها عالي بتكون فاست كونتراكتنج ماسل، سواء بقى كانت فاست اوكسيديتيف او فاست جلايكوليتيك. يبقى كلمه فاست وكلمه سلو لا تنم عن الانرجيتكس، لا تنم عن الميتابوليك باس واي اللي الماسل دي هتاخده عشان تطلع الاي تي بي. فاست اند سلو ماسل فايبرز دي بتعكس ايه؟ بتعكس المايوسين اي تي بيز اكتيفيتي، هل هو هاي ولا لو اي تي بيز اكتيفيتي؟ يعني هي دي الفرق ما بين الاثنين، لكن ملهاش علاقه بالاي تي بي جاي منين، جاي من انهي باث واي، جلايكوليسيس ولا اوكسيديتيف فوسفوريليشن. فالنوع ده اللي هو سلو ماسل فايبرز دي بتكون ريزيستنت للفاتيك، اللي هي البطيئه اللي فيها المايوسين اي تي بيز بتاعها بطيء ولو اكتيفيتي، بتكون ريزيستنت للفاتيج، ما بتتعبش بسرعه، يعني شوف سبحان الله، يعني بطيئه بس بتكمل معاك. فدي بتكون في العضلات اللي مطلوب منها تنقبض طول الوقت، زي الانتي جرافيتي ماسلز. احنا لما ناخد في السي ان اس هتعرف ان في عندنا حاجه اسمها ماسل تون في العضلات، في كل العضلات في ماسل تون، بس العضلات الانتي جرافيتي، يعني احنا ليه ماشيين على رجلينا مش ماشيين على ايدينا ورجلينا زي الانيمالز؟ لان انا عندي ماسل تون في حاجه اسمها انتي جرافيتي ماسلز، اللي من ضمنها الاكستنسورز والسباك، الاكستنسورز اوف ذا نيك، الاليفيتور اوف ذا جو. فكل دي مدياك البوزيشن بتاعك كبني ادم، ربنا ميزك بالشكل بتاعك ده عن الانيمالز، او في البوزيشن بتاعك ده عن الانيمالز. فالعضلات دي مطلوب منها تفضل شغاله طول الوقت، بتقل يعني ممكن نشاطها وانت نايم تقل، لكن ما بينعدمش، ما توصلش للزيرو. تقولي طب ما احنا بننام، ما احنا ممكن ننام وبقنا يتفتح او رقبتي تميل، اوكي هيقل المصل طول، لكن مش هتوصل للزيرو ان هو ينعدم، يعني دي مش هتلاقيه. فالنوع ده من المسلز اللي هو السلو موتور يونتس او السلو ماسل فايبرز دي بتكون في العضلات المطلوب منها تشتغل في وقت كتير، لان هي ريزيستنت للفاتيك. بس ففي تيبل كده عندكم في الهاند اوت، يعني عامل مقارنه ما بين الثري فورمز اوف ماسل فايبرز من ناحيه الميتابوليك باث واي اللي ليه الابر هاند في الاكستراكشن او في جنريشن اوف اي تي بي، في الريزيستنس تو فاتيج، في الكالر بتاعها. الكالر طبعا ده بيدل على ايه؟ يعني الكالر ده بيعتمد على ايه؟ هل هي بيل ولا هي ريد؟ على حسب كميه سوري كميه المايوجلوبين وكميه البلاد فيسلز اللي رايحه لها. بس فانتوا بس ايه التيبل ده قرايه، لكن اهم حاجه بس الكونسبت الاساسي يثبت معاك، ايه الفرق ما بين الجلايكوليتيك والاوكسيديتيف، وايه الفرق ما بين السلو والفاست كونتراكتنج ماسلز. تمام، فكده دي كل التشينجز اللي بتحصل الريسبونس تو ماسل كونتراكشن ومعاها كمان الفتيج واسباب الفتيج. شكرا جزيلا.